الحياه كده يا اسطى. يعني انت لو ما ساعدت البيت وانا جيت بقضي حياتي في البيت والله العظيم. يعني الحياه في البيت هي ست البيت هي الحياه. انتوا لازم تشكلوا حياه لانه لو ما عملتوا كده بيكون في روتين غاتل فيها. لذلك يعني الواحد سعيد جدا بانه احنا كذا اسره نحن يعني هي متعاونين مع بعض متعاونين. وبعدين هي كان الاساس فيه والله الاساس في كل شيء. يعني والله دائما اللي انا بقول فعلا المراه الناجحه هي ممكن تكون ليدر وقايده للبيت. هي هي عباره عن سفينه هي اللي بتقودها بتوديها نحو الفشل او النجاح. لكن لابد كمان من الرجل في انه يساعد. انا بقول دائما الرجل يكون مطيع. يعني لو بقى مطيع صراحه لو الرجل عنيد ما بتمشي معه لقدام. لكن لو مطيع في حاجات كثير لانه احنا كنساء بنحب التفاصيل. أيوة. والله لا يهتم بالتفاصيل. استاذ ناهد هو العناد فيه العناد فيه حس عليك الله حمزه ده بيعاند. اي بس انا بحب تخش في حته ضيقه ضيقه مو انا عشان انا دار اقول لك حاجه. يعني دار اقول لك حاجه يا استاذ يمكن احنا لانه بدينا حياتنا بعيدين عن الرغيب عن الاخر. احنا بدينا حياتنا في الغربه عن الاسره الكبيره. أي يعني عن الاسره يعني. اي عن الاسره الكبيره عن الزول اللي بيقول لك وبعدين مشيت لقيت رقيب خلي راجل يغسل العده يعني كده. فاحنا بدينا حياتنا في جده. نحن اول بيت احنا جده وبابا يغسل العده هناك بالضبط. طيب فنحن اول بيت يعني كنا فيه مجموعين كاسره كان في جده في 2001. ومن وقتها يعني الحمد لله ربنا يعني زي ما تقولي جمعنا وما يفترقنا الحمد لله. فنحن من بدينا حياتنا ونحن مع بعض ما شاء الله. ايوه وانا جيت من هناك وانا معلمه وجيت يعني ابحث عن الريال. يعني جيت دايره اشتغل بصراحه. ففي الفتره الاولى ما اشتغلت بناتي كانوا صغار. بعد كده لما اشتغلت هو بقى لازم يكون في معين لازم يكون في مساعده. اي فيعني الحمد لله يعني والله.